أخطر الخروقات الأمنية اللي شهدتها إسرائيل على الإطلاق. هيك وصفت الشرطة الإسرائيلية عملية التجسس يلي كشفتها ونتج عنها توقيف لسبعة أشخاص مشتبه فيهم من أصول أذربيجانية بتهمة التجسس لصالح المخابرات الإيرانية. مئات الآلاف من الدولارات كانت مقابل لعمليات التجسس يلي تجاوزت 600 مهمة على مدار عامين ضمن خدمتهم سابقاً في الجيش الإسرائيلي، منها تصوير قواعد إسرائيلية ونقل وجمع معلومات لقواعد الجيش والبنية التحتية للطاقة. معلومات وتفاصيل كتيرة بخصوص الموضوع، بس الأكثر هي التعليقات يلي كانت عليه. التصعيد مستمر بين الطرفين، ولكن بالتحديد هذا الموضوع كان عليه تعليقات مختلفة. خلونا نستعرض جزء منها. نبدأ مع محمد يلي علق وقال إسرائيل مخترقة. كمان في عنا حساب باسم ناقد كتب وقال هذا اختراق إيراني كبير. كمان في عنا محمد يلي كتب تعليق معين، قدموا معلومات عن عشرات الأهداف مثل مواقع القبة الحديدية بما في ذلك القواعد العسكرية الحساسة، ونفذوا أكثر من 600 مهمة. وأخيراً تعليق إيمان، خلينا نستعرضه مع بعض، يلي وصفت المشهد وكتبت وقالت كل العالم يتجسس على بعضه، ما حد سلم.